الإخوان مدينة الخميسات كانوا اتصلوا عليا باش أنني نتقدم الانتخابات هذه، هذه الانتخابات هذه اللي دابا غادي تكون في 7 أكتوبر. فكرت مزيان، تلقى بأن مدينة الخميسات بعدا أولا باش نعطي واحد النداء، هذا كان وجهه لصاحب الجلالة، لأن مدينة الخميسات هي مدينة عريقة ومعروفة بتاريخها، معروفة برجالتها، معروفة بالناس اللي خدوا تخصصات مختلفة في جميع الميادين وساهموا كذلك في محاربة الاستعمار، وهذا تاريخ يشهد له. لكن ناس مدينة الخميسات هما ناس ملكيين، تيبغيو البلاد وتيبغيو الملكية وتنبغيو الملك. الغريب في الأمر أن مدينة الخميسات أهملت فيما يخص التنمية. الناس في مدينة الخميسات تعاني بواحد الطريقة لا تعد ولا تحصى. أنا تنكون في مدينة الخميسات تنشوف بعيني. كنتمنى أي مسؤول، وهذا من صاحب الجلالة، كنتمنى الله ينصرو أنه يجي شي مرة بلا ما يكون عالمهم ويدور في المدينة الراسو ويشوف الشوارع كي دايرة، يعطيو له الخبر، يشوف الشباب كيفاش مساكين بدون شغل، يشوف المنطقة الصناعية اللي هو دشناها فاش كان ولي العهد، يطلع عليها كيفاش ميتة، يطلع على المسؤولين اللي عندنا تما كينيا اشنو داروا بالميزانيات اللي تعطات للمدينة، فين هي شنو داروا بها، علاش هاد المحاسبة ما كيناش، علاش هؤلاء الناس كيبنيو في العمارات ما كيخليو ما كيديروا تما كينيا، عندهم تجزئات ديال البنايات ما شاء الله، من جابوا داكشي ما نعرف، شكون اللي مدعمهم ما نعرف، علاش ما تيديروا حتى شي حاجه للمدينه ما عرفتش علاش، حتى ان الزياره الملكيه كانت غادي تكون في هذه الايام اللي فاتت، سبحان الله العظيم تلغات اخر مره حتى لاخر لحظه، لان كان صاحب الجلاله كان غادي يجي باش يدشن اكبر مستشفى في مدينه خميسات من بين المستشفيات الموجوده في المغرب، وتلغات ديك الزياره، والناس وجدات داروا الرايات ما مخلاو ما صابون، فرحات الناس بدات لاول ما تصورش الناس شحال فرحات، لكن كانت صدمه هو انه منين تلغات وما عرفناش حتى علاش تلغات، وما عرفناش فوقاش غادي يكون هذا التدشين، وما عرفناش فوقاش هذيك المدينه غادي تصاوب. هذا نداء مني لصاحب الجلاله، انه انا كنادي شخصيا وكنقول له يا صاحب الجلاله اننا انا شخصيا والناس ديال الخميسات تيبغيوك وانت ملكنا، وانت هو كل شيء بالنسبه لنا، انك تعطي شويه الاهتمام لهذه المدينه اللي هي مهجوره واللي هي فيها مسؤولين لا يخافون الله، وضروري المعامله معهم بالطريقه القانونيه، لان الناس الخميسات كيمكنك تاخذ صفه لجنه وهم غادي يعطيوك جميع الاخبار على هذه المدينه. اما فيما يخص ناس الخميسات طلبوا مني باش انني ندخل الانتخابات الجايه، فكرت مزيان ولقيت بان اذا دخلت في هذه الانتخابات هذه ما غاديش نكون نعطي كيف ما انا باغي نعطي، لان الا جيت ندخل للمدينه باش نكون برلماني ديال المدينه كنعرف البرلماني الصلاحيات ديالو محدوده من الناحيه القانونيه، لان غادي نكون غير في اللجان ديال التشريع وما غاديش نقدر نجيب للمدينه لا ما نجيب لهم لا الخدامي، ما نقدرش نساعد المدينه في التصاويب ديالها، لان ما عنديش ميزانيه كبرلماني، ما عنديش ميزانيه، كيمكن لي غير نهضر على المدينه بان راه خاصها هذه خاصها هذه، انا هذا ما كيكفينيش، ما يمكنليش في الحمله الانتخابيه نجي نكذب على خوتي ولاد المدينه نقول لهم انا راه غندير لكم وندير لكم في الاخر ما ندير لكمش، ما عمري نكذب، لا، النهار اللي غادي ندخل هو انني غادي ندير ضروري يكون عندي شي حاجه باش يمكن لي نساعد المدينه، اييه، شي حاجه باش يمكن لي نسهل الخدمه، اييه، شي حاجه باش يمكن لي نجيب شي حوايج جديده، نجيب شركات اجنبيه باش تخدم في البلديه، هادو الحوايج كيمكن لك، ولكن هادو الحوايج خصك تفرغ لهم 100%. طبقا للعمل اللي انا عندي حاليا اللي انا تندير في امريكا، الوقت اللي تتاخذوا لي بزاف باش نجمع ما بين العملين، غادي نكون في حالي لا غادي نستغل خوتي غنولي برلماني، غيولي عندي واحد غير اللي عندي واحد الراتب زايد على ظهر خوتي، وهذا ما يمكنليش نديرو، ما يمكنليش نديرو، لان مسؤوليه لما كتكون مسؤول على مدينه معينه لابد انك كبرلماني انك تدافع على المدينه، وما تبقاش ملتزم غير بالنصوص القانونيه اللي هي انك تشريعات لانك كتنتمي لبعض اللجان في البرلمان، بل انك ستبحث على مشاريع تمشي تجيبها من الخارج وتجيب مستثمرين باش انك تنمي المدينه ديالك
وتجيب ولاد البلاد اللي هما لاباس عليهم على برا وتجمعهم وتحاول تحيي فيهم داك الروح باش تساعد المدينه. هذا هو الدور البرلماني الحقيقي اللي خص يكون في المغرب لكل المدينه، ماشي برلماني اللي يبقى جالس في البرلمان ويبقى يتقاضى الرتبه الشهريه الراتب ديالو الشهري على ظهر ديال الاخوان اللي هما صوتوا عليه، واللي هو في الحقيقه ما غيقدر يدير حتى لشي واحد من المدينه حتى حاجه. كاين شي برلماني اللي يقدر يدير لشي واحد، وانا ما كتسمحليش الضمير ديالي باش نمشي في هذا الميدان هذا، لان من السمات ديالي هو انني نخدم بالنزاهه، والا ما كاينش النزاهه ما يمكنليش نخدم. Watch it. Yo.